ويعني الدولة عندها استراتيجية بتشجع من خلالها العمل الأهلي والتنموي، ووصلنا في نهاية هذا الأمر إلى التحالف، التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. اتكلمنا عن أهمية هذا التحالف ودور المجتمع المدني بشكل عام في تقديم خدمات للمواطنين. هو المجتمع المدني والتكافل الاجتماعي بشكل عام عريق في مصر. يعني يمكن أول جمعية أهلية أسست في الإسكندرية من ما يقرب من 200 سنة، وقدمت خدمات، وجاء بعد ذلك جمعيات أخرى قدمت خدمات. عندنا أكتر من 50,000 منظمة مجتمع مدني ما بين مؤسسة وجمعية خيرية بتقدم خدماتها في كل المجالات وفي كل المحافظات للمواطنين الأكثر احتياجا. الدولة مؤخرا رأت ترفيع أو ترقية هذه الخطوة والتشجيع على تأسيس تحالف أهلي للعمل التطوعي التنموي. الخطوة دي جت عقب الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبما أن التكافل الاجتماعي أو الحماية الاجتماعية جزء مهم جدا من حقوق الإنسان، فالدولة شجعت هذه المبادرة اللي أسست في مارس 22، وشجعها السيد الرئيس ودعمها وساندها بكل الطرق، أدى إلى ظهور كيان جديد كبير سمي التحالف الوطني للعمل التطوعي والتنموي. هذا التحالف يضم اتحاد العمل الجمعيات بال50,000 جمعية بتوعه، بخلاف جمعيات كبيرة تزيد على 30 جمعية ومؤسسة ومنظمة مدنية كبيرة تتعامل بمليارات الجنيهات في مد الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا. وقامت في خلال سنة واحدة أو سنتين، ما يقل عن سنتين، بإنجازات كبيرة جدا في مجال خدمة المواطنين وتقديم المعونة والمساعدة في كل المجالات. في مجال الصحة عملت مبادرات مختلفة، عملت كتف في كتف، عملت ازرع، عملت حاجات تانية كتير. كل هذه المبادرات أدت في النهاية إلى تسهيل الحياة للفرد وتحسين ظروف حياته، منها التعاون مع مبادرة حياة كريمة أيضا، والمبادرات الصحية التي يرعاها السيد الرئيس. استهدفت هذه المبادرات ما يزيد على 35 مواطن لهم قاعدة بيانات محددة، بالتعاون ما بين التحالف وهو المجتمع المدني وبين الحكومة والقطاع الخاص.